السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انا غادي ندير لكم واحد لومليط بالبطاطا. انا غنقدمها لكم البطاطا مقطعه طرونش، واحد لاربعه الحبات تاع البيض، وجوج بصلات، شويه تاع البزار والملحه. حاجه سهله ديروها في اي وقت، اي مره تقدر ديرها مليحه وكذا مع العشاء من الدراري، تقطعيها وديريها مع الفرماج باش ما بغيتي ديريها ديريها. وهان انا غادي ندير هاد البطاطا هنايا تقلى، ها هي يا ها البطاطا، ها هي يا دير لها شويه الملح. هنا راه كاينه بصله، كل ربعه الحبه تاع البيض والبزار، شويه تاع الملح. هادشي اللي فيها المقادير فيها ساهله ماهله، ماشي شي حاجه واعره. وهانتوما معايا، حتى باقا ليا البصلات هي نشحرها، وهانتوما معايا حتى نوريكم البصله كيفاش نشحرها. ها هي من بعد قلينا البطاطا، ها هي هي. نسيت ما ذكرتش لكم الفرماج، اللي عنده الفرماج يديرو، اللي ما عندوش ما يديروش. البصله هي شحرناها، هما ربعه الحبات تاع البيض، غنديروا شويه الملح وشويه البزار. هانتوما معايا، المهم حنا غادي نديروا هاد البطاطا هنا، نزيدو عليها البصله، نديرو لها شويه الملح، ما تكثروش بزاف الملح، نديرو شويه تاع البزار باش يدير اللبن، نسيتو ما تكثروش البزار. انا درت غير شويه تاع البزار، وهاد البيضات ها همايا، طربوهمش بزاف، ها شويه سيتها هما فرغناهم هنا. شتيها ديريهم هنايا، نزيدو عليهم هذاك الفرماج. اللي عنده يدير، واللي ما عندوش ما يديروش. لا يكلف النفس الا وسعها، يدير الناس اللي وجدت عندهم يديروها. سيتو بطاطا وبصله والبيض صايبه بركه. انا دابا غادي نديرها في المقله. ماشي شي حاجه واعره، ساهله. هانتوما معايا حتى توجد، حاجه ساهله. وانا مع الطيبه غنوريها لكم، ها هي شتوها. هي درتها في الطيفار، اللي عنده طيفار يديرها في الطيفار، اللي ما عندوش عنده يديرها في السنيوه، يدير بشويه تاع الزبده وشويه تاع الفارينه ويديرها. وهي وجدناها، حاجه سهله. درنا فيها بطاطا، درنا فيها ربعه الحبات تاع البيض، ودرنا فيها شويه تاع الفرماج، اللي عنده الفرماج يديرو، حتى اللي ما عندوش يدير عيلا فاشكير، هذوك الصغيرين دير زوج ولا ثلاثه كيعطيو القول بنا. هذه لا بقى عندك العشاء، درتي عشاء مزربان ولا شي حاجه، بغيتي حاجه خفيفه، هذه هي تصلح ليكم. وكنسلم على المغاربه من طنجه للقرقارات، وحيا المغرب والصحراء المغربيه. اللي بغى يبغي واللي بغى يكره يكره، الصحراء المغربيه ابا على جد.